الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم العيد في ديارهم. ضيوفنا لهذا المساء وكما عودناكم من دولة سوريا الشقيقة ليحدثونا العيد في سوريا. لكل دولة طقوس خاصة، ولكل دولة أيضا مراسم للعيد والاحتفالات. ضيوفنا هذا المساء ضيوف أكارم من دولة سوريا الشقيقة. عن يميني الأستاذ زاهر الملقي والأستاذ سليمان العربي، وعن يساري الأستاذ محسن قزقز والدكتور أحمد الشعار. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بهم هذا المساء أجمل ترحيب، ليحدثونا أيضا كما عودناكم عن العيد في سوريا. قبل أن نبدأ أعزائي المشاهدين نهنيهم بالعيد السعيد، أهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نبدأ إن شاء الله حوارنا مع الدكتور والأستاذ القدير زاهر الملقي. أستاذ زاهر، حدثني عن بداية العيد في سوريا، كيف تتم وكيف يتم الإعلان؟ اليوم آخر يوم رمضان بنطلع على عنا مكان مرتفع في حماة اسمه القلعة. القلعة. بيطلع معنا واحد مشهور في حماة بيت الأحداب، عين بعين، يعني عين ودي له بس. هذا بيولد الأمر يوميا كل شهر، بيعرف مين بيطلع الأمر ومين بيزي. فكان دائما يثبت العيد بكل المحافظات السورية هو عن طريقه. فنطلع على القلعة مع طبعا رجال الدين، ويقعد القلعة ويرفع أصابعه، يرفع أصابعه بهالشكل، ويقلنا انتظروا بين إصبعتين هنا بيشوفوا الأمر الهلال. أيوة. فعلا نشوف الهلال، وعلى أثره يتصل المفتي تبع حمام بدمشق المفتي العام، ويعني العيد في كل أنحاء سوريا. وحتى بأيام الوحدة شاف الأمر وبلغ دمشق بهالشيء هذا، لكن رفضوا، يتصل بالقاهرة رفضوا أنه العيد لا، بكره بكون رمضان. ونزل الله يرحمه الشيخ محمد الحامد لساحة رئيسية في حماة اسمها ساحة العاصي، وفضل أكل، وهذه حماة أكله كله، ومدينة حمص قريبة من حماة 50 كيلو كانت صايمة. فقط كانت مدينة حماة هي الوحيدة اللي أفطرت على بناء طلب الشيخ محمد الحامد الله يرحمه. أيوة، يعني قبل العيد بليلة تذهبون إلى القلعة. أبي قلعة منطقة مرتفعة عند اسم القلعة. فكنا دائما نراقب الأمر الملك عن طريق شيخ اسمه هذا البيت الأحداب، كله عين بعين. يا الشيخ هو مخول لرؤية الهلال؟ هو بيولد الأمر يوميا كل شهر، بيعرف منين يطلع وينزل. فما طلعوا يعمل هيك أصابعه، لأنه طلعوا بين أصابعه، طبعا موجودين شيء 20 واحد من رجال الدين يعني. أيوه. وفعلا يشوف الهلال ويخبر دمشق ويسمو العيد بكل أنحاء سوريا. أيوه، يعلن العيد. طيب، يتم الإعلان عن طريق وسائل الإعلام ولا عن طريق المدافع ولا عن طريق؟ لا، عن طريق المدافع. أيوه. عن طريق المدافع طبعا. بيضربوا المدفع، والمدفع حاطينه على القلعة، بيضرب المدفع برضه في القلعة بالقلعة كمان. أيوه. المدفع. أيوه. طيب. وبيشعلوا المآذن، المآذن كلها بتشعلوا، وبيقول يا شهرنا خلاص بمناسبة العيد يعني. أيوه، يعني يتم إعلان العيد من القلعة عن طريق المدافع. من القلعة عن طريق الأحداب، هذا لك عين بعين. الأحداب. ما له غير عين بعين. بس هو يعني كان اسم العيد عن طريقه بكل سوريا. بس هو بيتابع الامر شهريا، بيعرف منين بيطلع بينزل. طيب، ننتقل الى الاستاذ سليمان. استاذ سليمان، حدثني عن مراسم العيد في الليل بعد ان يتم الاعلان. زي ما اسلف الاستاذ زاهر يقول لي يتم الاعلان عن طريق المدافع وعن طريق القلعه. الان تم الاعلان في العيد في دمشق او في سوريا بشكل عام. ايش اول خطوه يعملونها السوريون ليله العيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يسفتوا العيد، ففي ليلة العيد يكون الملابس جاهزة للعيد، ويكون كما وبعدين الحلويات مجهزينها من أول. فصباحية العيد تطلع الناس تزور المقابر، أهلها أطفالها في المقابر. فبعدين عندما يرجعوا فبتكون موجودة آلات الفطور، والساعة 12 تكون موجودة وجبة الغداء. فكنا نحن مقيمين في بيت الوالد ما يعادل 40 نفس. الأب، الوالد، وأخواني، أولاد عمي، أولاد أختي، كلاتنا. فهذا هون تنحط السفرة في بيت عربي كبير
تنحط الصفر هنا الرجال هنا الأولاد هنا النساء. فبعدين الحاصل يجوا مثلا خلص تغدوا وخلصوا يبدأوا بالعيديات يجوا قرايبنا لعندنا اللي عندنا الوالد عنده ديوان جلسة عربية منزول احنا بنقله فبيجوا أهل الحارة وأقاربنا وإخواننا وعمامنا وكذا فنتلاقى كلاتنا مع بعضنا. هذا صباح العيد من أول يوم العيد أول يوم العيد من الصباح لا أي نعم أيوة. فبعدين الحاصل يكون ثاني يوم أفرغ من الأولي يكونوا مهيرين الذبائح يذبحوا الغنم يردوا يساووا سفر يساووا آلة ويساووا بعرف إيش وتجي هالناس الزوار ويجوا إخوالي. كانت هذيك أيام العيدية كانت هذيك أيام العيديات مثلا إخوالي يعطوا والدتي عيدية ما يعادل 15 شهر أسوري العيدية وهي أكبر عيدية. أنا كنت مثلا الحاصل أخذ ليرتين أخواتي يأخذوا ليرتين أخوي الكبير أكبر مني يأخذ 3 ليرات. هاي كانت العيديات هي قليلة لأن العيدي 15 ليرة سوري تساوي مبلغ كويس. كان هذيك أيام الخروف اللي يذبحوا يساوي الغداء كان سعره 30 ورقة سوري. أيوة. أيوة. والحلويات اللي مساوينا كلها كان ما تكلف 50 ورقة سوري. أيوة. فيطلعوا بعدين تاني يوم أهلي رد روحنا إحنا على قرايبنا على خواتي على عمامي على ما أعرف إيش وتتبادل المعايدات وتصير يعني ما بين بعضنا وكذا. وفي الجلسة تبع الوالد القهوة العربية والناس تروح هذا يجي هذا يروح والناس مبسوطة والأولاد تلبس ثياب العيد. ونحن كنا أطفال قبل ما يجي العيد يأخذونا على السوق نقي الصايات اللي القماش اللي زي باب الحارة اللي بيلبسوه. فأنا بدي من هاللون أخوي بدي من هاللون ابن عمي بدي من هاللون ويخيطوهن ولابسينهم فرحانين فيهن وهذا العيد. أستاذ سليمان راح أرجع لك إن شاء الله. أنتقل إلى الدكتور أحمد الشعار. دكتور أحمد حدثني عن صباح يوم العيد برنامجكم صباح يوم العيد وأنتم ذاهبون إلى المصليات والمساجد إيش يتم وإيش تسوون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر لكم زيارتكم الكريمة لمنزلنا المتواضع في مدينة الطائف ونشكر بالأخ رائد الجثامي الذي حضر وشرف بيتنا المتواضع مبارك يغليك إن شاء الله. ونشكر هذه القناة المباركة نسأل الله تعالى التوفيق والسداد قناة المرقاب. بالنسبة للعيد العيد فرحة لنا كمسلمين إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا عيدين في هذه في دين الإسلام. عيد الفطر جعله الله مباركا علينا وعليكم. بالنسبة لعيد الفطر تكون فرحته أكبر عند الأطفال وعندنا من عيد الأضحى بسبب الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. العيد في سوريا جميل جدا ولا يختلف عاداته وتقاليده في جميع دول المسلمين تقريبا متقاربة لبعضها ولكن عندنا العيد في سوريا صباح يوم العيد تجد الأطفال فرحة النوم طار من عيونه مثل ما بيقولوا من فرحته بالعيد. حتى الكبار سوف يجهزون ليلة العيد تكون تجهيزات الحلويات والسفر والأكل والأطفال تكون مشتاقة لظهور أول شعاع من فجر ليلة العيد أو يوم العيد. طبعا بعد صلاة الفجر نبقى في المساجد في يوم العيد نبقى في المساجد للتكبير والتهليل والترحيب بالعيد الفطر بالعمارات المعروفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى أن تأتي صلاة العيد. وبعد صلاة العيد والانتهاء من صلاة العيد يذهب الأقارب فيجد بعضهم في المسجد في مسجد الحارة أو في مسجد المدينة يجد بعضهم البعض فعندها يتبادلون التهاني والترحيبات والتبريكات ببعضهم ويتبادلون القبلات والذي كانت في قلبه مشاحا على أخيه يعود فيصالحه في هذا اليوم. الحمد لله قلوب المسلمين كلها نظيفة وكلها صافية الحمد لله رب العالمين نجعل الله أن يطرح لنا فيهم البركة في المسلمين أجمعين. بعد الصلاة لا ننسى أمواتنا الذين كانوا عايشين معنا في الدنيا وسبقونا إلى دار الآخرة وإن شاء الله نسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الجنة بإذن الله تعالى سبقونا إلى هناك فنذهب لهناك نتذكرهم ونذكر بعضنا بهم كانوا موجودين على الأرض ثم ذهبوا إلى العالم الآخر. فالحمد لله نذهب إلى المقابر نؤدي السلام على الأموات
ونجتمع هناك في المقابر الذي لم يكن في مسجد الحارة جاء إلى المقبرة فنجتمع هناك كلنا. هذا بعد صلاة العيد مباشرة. بعد صلاة العيد مباشرة. ثم نذهب بعد المقابر نذهب إلى بيوت الأقاربين الكبار من عائلتنا. يعني والدنا العمات الكبار أو الأخوة الكبار نذهب فنهنيهم لأنهم هم أبدى أو إذا كانوا مرضى فالمرضى أبدى بالذهاب إليهم لتهنئتهم. هذا في صباح العيد. طيب أنت تتم الصلاة في الجوامع أو المصليات خارجية؟ هنا في مصليات وفي مساجد ولكن أغلبيتهم في المساجد بيصلوا. ليش؟ لأنه ما شاء الله كثر الحمد لله رب العالمين وفي مدينتنا بالأخص مدينة حماة يعني كثر ما شاء الله بقى تلاقيهم بيصلوا في المساجد وبيصلوا في المصليات الخارجية ويجب فرضا صلاة العيد. يعني الناس لما بتروح على صلاة العيد بتروح متلهفة متشوقة وخاصة الأطفال الصغار أطفالنا ما شاء خاصة الله. ما شاء الله بيروحوا على صلاة العيد متلهفين وحابين الطقوس الجميلة هي اللي بتصير أول يوم العيد ما شاء الله. طيب ننتقل إلى الدكتور الأستاذ القدير أحمد محسن قزقز. أستاذ محسن يختلف العيد عن مدينة حماة ودمشق والرياف والضيعات عن باقي المدينة ولا متفقين جميعكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. بالنسبة لاحتفالات العيد تقريبا تكون واحدة بالنسبة لمدينة حماة وسائر المدن، شيء واحد خروج إلى المساجد لصلاة العيد، الجميع حتى الصغار يخرجون ويفرحون كثيرا بالتهليل والتكبير في المساجد، فرحتهم لا توصف. بعد ذلك يخرجون من المساجد ليجتمعوا أمام باب المسجد ويتجهون إلى المقابر، وفي المقابر يتعارف أبناء العائلة الواحدة على بعضهم لأن المدن كبرت وتوزعت أفراد العائلة، ولذلك الكبير يعرف الصغار بأقربائه وربما لا يلتقون مرة أخرى إلا في الأعياد. يعودون من المقابر إلى البيوت، النساء في وقتها تكون قد جهزت الإفطار. واليوم الوحيد الذي يجهز فيه طعام على الإفطار من الطبخ ومن اللحوم هو يوم صباح عيد الفطر. إيش تكون الإفطار؟ إيش وجبة الإفطار؟ إيش تكون الإفطار؟ تشتمل على ماذا؟ بالنسبة لبعض المأكولات المشهورة مثل مشهورة خاصة مدينة حماة بطعام لحم زائد لبن لحم زائد لبن جنبه فريك أو رز، بالإضافة إلى ذلك الفريك قلت لي فريك الفريك فريك شاخرية تسمى في حماة شاخرية لبن مع اللحم. أيوه. هذه لا تقدم إلا يعني لا يقدم في الصباح إلا في يوم عيد الفطر طعام مطبوخ. جميع سوريا حتى الضيعة؟ حتى الضيعة أما ما تبقى يكون طعام مثل هذه الأطعمة على وجبة الغداء. بعد تناول الإفطار تجتمع الأسرة بكاملها من أكبر شخص موجود فيها وفي بيته، يعني الجد الكبير يكون اجتماع الأسرة عنده في البيت، الأحفاد والأولاد قد يتجاوزون 50 يجلسون على سفرة واحدة، الجميع فرح بهذا الطعام، أول مرة يأكل الطعام بعد شهر في وقت الصباح. صحيح. بعد تناول طعام الإفطار يتوجهون إلى الحلوى الموجودة، والحلوى تختلف على حسب طبقات المجتمع، الفقير عنده حلوى، المتوسط عنده حلوى، الغني عنده حلوى، وكل حلوى بسعرها تتناسب مع هذه الطبقة. عمل بيت ولا من السوق شارينا من برا؟ الغالبية شراؤها من الخارج. نعم. لأن النساء في وقتها يعني ملتهين أو مشغولين بالعبادات، يعني لا يتفرغون لصنع الحلويات في البيوت،
ولذلك تأتي هذه الحلويات جاهزة. على الرغم من سوريا مشهورة بصنع الحلويات، مشهورة، لكن في عيد الفطر تأتي جاهزة. جاهزة لأن معظم حتى النساء تخرج إلى المساجد، تصلي التراويح في المساجد، لذلك مشغولة في العبادات أكثر. شغلها في العبادة، وهذه موجودة على مستوى سوريا بالكامل. بالكامل أشراء حتى بالريف، حتى بالريف هذه العادات عادات واحدة. واحد، نعم. بعد ذلك يتناول الأطفال عيدياتهم. أيوه. ويخرجون إلى ساحات موجودة في الأحياء، هناك ألعاب يفرحون فيها، منها المنجنيق ومنها الدويخة ومنها إلى غير ذلك من هذه الألعاب التي يفرح بها هؤلاء الأطفال. جميل. طيب ننتقل إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، حدثني أسماء الفتيات عندك، أسماء بناتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هذه بنتي البكر اسمها غنوة. ما شاء الله، غنوة. غنوة أحمد الشعار، وهي الصغيرة اسمها زينة أحمد الشعار. زينة. تعقيبا على الكلام، بس نقطة صغيرة تعقيبا على كلام أستاذ محسن. بالنسبة للحلويات بالوقت الحالي فعلا كلها عم نجيبها جاهزة من برا، ولكن في الأيام الماضية من 30 سنة أو من 35 سنة قبل كانت الحلويات تصنع في البيوت. شايف؟ نحن عم نتكلم عن الوقت الحاضر. الوقت الحاضر فعلا مثل ما قال الأستاذ محسن إنه هي حلويات بيجيبوها من برا جاهزة، والفقير عنده حلو، والغني عنده حلو، والمتوسط عنده حلو. ولكن من أيام القديمة على ما بذكر أو ما مزبوط الكلام، إنه من أيام 30 سنة ماضية كانت الحلويات تصنع في البيت. بسبب إنه الأسرة كانت موجودة، كانت تصنع في البيت بسبب واحد، إنه الأسرة لاقي الأب عنده في داره، عنده 5 أبناء متزوجين بنفس الدار، كل واحد يشغل غرفة واحدة هو وأولاده وزوجته سابقا، أسرة مجمعة، ولذلك تتعاون هذه الأسرة على صنع الحلويات. الآن لم يعد هناك شباب يرضون بالبقاء على غرفة واحدة ومع أب وأولاد يتقاتلون فيما بينهم. الأولاد أصبحوا ينفصلوا، مجرد أن يتزوج ينفصل عن أسرته، ولذلك صعب هذا الاجتماع وعمل هذه الحلويات. ربما هناك بعض الحلويات البسيطة ممكن تصنع في البيت بتفورات موجودة، تصنع في البيت تضاف إليها حلويات المشترات من السوق. أيوه. طيب سوف أكمل اللقاء معك، أنتقل إلى الأستاذ زاهر الملقي. طيب حدثني عن الحلويات، أسماء الحلويات. حلويات طبعاً درجة أولى. الأستاذ محسن قزقز تكلم عن الحلويات وصناعة الحلويات، ولكن في مسميات عندك. الشعيبيات مشهورة فيها، حماية الشعيبيات بالقشطة الأصلية يعني. شعيبيات. شعيبيات. هذه هي الحلويات السورية ما شاء الله. أيوه. بالإضافة للبقلاوة. ما شاء الله. بقلاوة شايف، وفي الكنافة. وفي عندك نوع ثاني يعني مو الكنافة يعني مسميات معينة ولا؟ لا، كنافة في بلورية وفي كنافة نابلسية. وفي ضعنا عندنا المفرومة هي النابلسية ولا؟ لا، غير النابلسية. النابلسية في نوعين منها. أيوة. ناعمة وخشنة. أيوة. هي دمشقية تسمها ولا لا؟ أيوة، بس هي تصنع حتى هنا تصنعوها. أيوة. يعني منها ناعمة ومنها خشنة بيسموها. هاي النابلسية بيسموها، هي بالأصل بالأصل بينسبوها لنابلس، لكن موجودة في دمشق، موجودة في حمام، موجودة إيه، بس منبعها نابلس، الكنافة النابلسية أكيد نتيجة نسبتها لنابلس. صنع الكنافة، عجينة الكنافة كانت تصنع في نابلس وعممت، فأصبحت تسمى كل هذه الحلويات نابلسية. نابلسية. أيوه. وفي أكلة ثانية مع الحلويات بسموها عيش البلبل. عيش البلبل بتسوى مع عجينة على شكل جلبي وفوق لحمة، هي توكل مع الحلويات. يعني الآن هي مسمياتها أربعة. عيش البلبل هذا مو حلويات، عبارة مكمل الحلويات، يعني من نوع الغذائي. أيوة. وهذا الطعام إضافة بجو راحة، راح يضيفوه مع القهوة مرة، هي ضرورية يعني بالأعياد. ومثل ما الأستاذ مثلا تجتمع العائلة كلها عند الكبير العائلة، بعيدوا عليه، بعدين بيطلع هو وياهم بيزوروا الأراضي والأحبار، لكن ضروري يوم العيد يكونوا عند كبير العائلة. تسموه عنكم بالسعودية شيخ العشيرة أو ضروري. أيوة. بعيدوا عليه وبعدين بروحوا بمعيته بزوروا الأقارب والأصحاب. أيوة. أيوة. إلى متى الزيارة تستمر؟ النهار تمنى الظهر تعمل اليوم الأول الأرحام والأرائب يوم أول. اليوم الأول الثاني الزيارة باليوم الأول تختص بالأرحام. بالأرحام. بالأرحام من الصباح حتى صلاة الظهر. من الصباح حتى العصر حتى الليل بالأرحام. أيوة. لا
الأقارب الآخرين بالأيام التالية، أيام التالية من العيد. أيوه. أقارب والأصدقاء غيره بتكون باليوم الثاني وباليوم الثالث. لما الثاني للخارج المدينة يعني تعتبر. مو خارج المدينة، ضمن المدينة. حتى. بس بعيد عن الأقارب نوعاً ما. إيه نوعاً ما بتكون أحياء تانية. إيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله.